الورقه اللي طلعت من شويه وكانت مكتوبه باللغه الانجليزيه وجاءت للنادي الزمالك بشان اعتذار سد. ده كانت مفاجاه للناس كلها. انا اكلمكم على حاجتين لان ده الخبر الاجل اللي معايا التاني. الكابتن احمد حسام ميدو على قناه النهار، خلي بالك الكابتن احمد حسام ميدو على قناة النهار، عشان بس الناس تقول لي ايه برافو ان انا اجتهدت وربنا وفقني. انا لا يعنيني ان في شوية سفلة بيهاجموني ولا يقول لك انت ملك ومال الزمالك بعد حلقة 4 ساعات دفاعا عن الزمالك ما تعملتش على قناة الزمالك، ما زال شلت المأجورين المتخلفين تنتيال انت وهو، ما فيش اعلامي طلع من الزمالك عمل 1% من اللي انا عملته. يكفيني فخر ان النهاردة دوس عليك وأدوس على مناخيرك وحقك في التراب وأقول لك الكابتن أحمد حسام ميدو منذ قليل بيقول إيه؟ بيقول أحمد حسام ميدو المترجم الخاص ببرنامج نمبر 1 أخطأ في نقل بعض تصريحات رئيس نادي سانت إتيان. ده أحمد حسام ميدو، ده انتصار إعلامي ليا من عند الله. وانا لما حتى دخل معايا الواد المفبركاتي اللي قال انا مواليد الجزائر وكاني قلبي حاسس، قلت له انا ما بفهم في الفرنساوي ولا ليا دعوه، ترجم على مسؤوليتك وادينا كل واحد حقه. ودخل معانا بسوق بي اباظه وادى كل واحد حقه واتكلمنا وقلنا الخطا فين، وصممت ان في خطا في الترجمه. النهارده في 3 حاجات حصلوا. امبارح عمر ربيع ياسين غير كلامه وقال حرفيا ان امير مرتضى كان بيمول حمله للتشهير بالناس في الزمالك، قال كده. وميدو دلوقتي قال ان ميدو على قناه النهار، نفس القناه اللي بيطلع منها عمر ربيع ياسين في نمبر 1، قال المترجم اخطا وبرنامج نمبر 1 اخطا وسقطت من المترجم حاجات كتيره جدا. ده الحمد لله انتصار ليا. الانتصار الاهم الثالث اللي هي الورقه دي اللي عاجبها لكم دلوقتي اللي طلعت منذ دقائق وملأت الدنيا، اعتذار نادي سانت إتيان. اعتذار نادي سانت إتيان، نادي سانت إتيان اعتذر لنادي الزمالك. طيب هو في نادي معاه مستند بعمولات يعتذر؟ عشان تعرفوا ان اللعبة كلها كانت لعبة آدم وان في شبهات يعني حول موقف عمر ربيع ياسين مع كل الاحترام ليه، وان في كلام مش كويس حصل في هذا الموضوع وشغل شمال حصل واستغلال شاشة النهار لعمل بيزنس شخصي بشيء لا يليق. فالنهارده النادي نفسه، سيبك من كلام الكابتن احمد حسام ميدو، النادي نفسه. نطير الى الاستاذ احمد السيد ونسمع منه الاعتذار بتاع نادي سانت إتيان والترجمة. السيد السلام عليكم. اهلا بيك يا استاذ عبد الناصر، بحييك من جديد وبحيي كل متابعين. طيب قول لنا، انا بعت لك ورقه تقراها لنا بالانجلش وترجمها لنا لو سمحت، اعتذار نادي سانت إتيان اتفضل. طبعا خلينا نقول الخطاب الذي ارسله نادي سانت إتيان وتم توزيعه وتواجده زي ما حضرتك بتقول على كل وسائل الاعلام. الخطاب يعني بداية مكتوب جان لويس بوسيني هيد اوف ايس سانت إتيان ريكروتمنت وونت تو كلاريفاي ذا ريسنت ديكلاريشنز اوف رولاند رومير ايس سانت إتيان بريزيدنت ذا انجر اوف بريزيدنت رولاند رومير ووز نوت اجينست ذا مالكس بورد بات ووز اول كونتاكتس اند انترميديتس هو وونتد تو جيت انفولفد ان ذا نيجوشيشن بروسيس بتوين ذا تو كلابس ريجاردنج مصطفى محمد ذا ترانسفير. AS Saint Etienne is deeply sorry for this misunderstanding. We strongly believe in the Malik professionalism and in the reality and the honesty of its members of its board. We sincerely want the Malik and AS Saint Etienne keep good working relationship. يعني يرغب جان لويك لويزين مدير التعاقدات في نادي سانت إتيان هو الهيد اوف ريكروتمنت لتوضيح بعض الامور الخاصه بتصريحات الأخيرة لرئيس نادي سانت إتيان الفرنسي رولان رومي. رئيس نادي سانت إتيان هو بيقول إن غضب رئيس نادي سانت إتيان لم يكن ضد مجلس إدارة نادي الزمالك، ولكن كان ضد بعض الوسطاء وبعض الوسطاء الذين تدخلوا في الصفقة، يعني الاتصالات والوسطاء الذين كانوا يرغبوا في المشاركة في النيجوشيشن بروسيس
زي ما هو بيقول عمليه التفاوض ما بين الناديين، نادي الزمالك ونادي سانت اتيان، سانت اتيان بشان انتقال مصطفى محمد. هو بيأسف بشده رئيس النادي الفرنسي لهذا سوء التفاهم، وبيقول ان احنا بنؤمن بقيمه مجلس اداره نادي الزمالك واحترافيه وولاء اعضاء مجلس اداره نادي الزمالك، وبيقول بيتمنى ان الزمالك وسانت اتيان يحافظوا على العلاقه الجيده ما بين الطرفين. فبالتالي رئيس نادي الزمالك بناء على تصريحات مدير التعاقدات بيقول ان تصريحاته فهمت بشكل خاطئ، وهو كان لم يقصد مجلس اداره الزمالك ولكن يقصد وسطاء تدخلوا في الصفقه، وهو يؤمن بمصداقيه واحترافيه مجلس اداره نادي الزمالك ويامن ان العلاقه تكون محترمه وتستمر علاقه جيده ما بين نادي الزمالك ونادي سانت اتيان الفرنسي. يعني بيؤكد الكلام اللي احنا قلناه ان الترجمه كان فيها خطا، بالاضافه الى محاوله عمر ربيع ياسين استنطاق الرجل وكانه يريد امرا ما. اهو الترجمه 100 100، جبت لكم المستقر. دودي بتقول لك الله يسهل لك يا مستقر، يا رافع راسنا يا ابو حميد اهو. والفرنساوي المره اللي فاتت بعت لي رساله قال لي معلش سامحني يا صاحبي ماليك في الفرنساوي، قلت له سبتني ليه؟ سبتني ليه الناس انا في الانجليزي معاك؟ سبتني ليه؟ خليت ده يقعد يقول لي انا جزائري وانا الماني وانا مش عارف ايه، سبتني ليه؟ لكن في الانجليزي معلش معلش الثقافه تحكم برضه، لكن انا بحييك على محاولتك الدائمه دايما في توضيح الموقف والحقيقه والسعي وراء توضيح الموقف ايا كان، ان زي ما انا بقول حتى مصلحه النادي الاهلي مصلحه الرياضه المصريه بشكل عام. فده تاكيدا للكلام اللي انت قلته، والناس بتوضح من خلال بيان رسمي على ان التصريحات فهمت بشكل خاطئ، زي ما حضرتك بتقول يمكن تم تحريفها يمكن تم ترجمتها بشكل خاطئ، وبقيت ديك فعلا زي ما ميدو بيقول، وبيقول ان المترجم بتاع قناه النهار هو اللي ترجم بشكل خاطئ، فالراجل بيتكلم وبيوضح. انا اي بيقول انا مش بتكلم على مجلس اداره الزمالك وعلى اعضاء مجلس الاداره، انا بثق فيهم وبثق في ولائهم وانتمائهم، انا بتكلم على بعض الوسطاء الذين يحاولوا التدخل في الصفقه. فكلامه واضح جدا، وبيؤكد ان العلاقه محترمه ما بين نادي الزمالك ونادي سانت اتيان الفرنسي. وبالمناسبه دي لازم احيي من فجر القنبله، صديقنا العزيز الكابتن والنجم الكبير حازم الكديكي، وبشكره على تعاونه معانا، هو من فجر القضيه معايا، وهو من ساعدني بما له من ثقافه، واكد ان الترجمه معيوبه وان كلام كان غير ما كان يريده رئيس نادي سانت اتيان مع عمر ربيع ياسين. بشكرك شكرا جزيلا يا ابو حميد. شكرا جزيلا. أو عشان بس ايه المره دي الانجليزي انجليزي معانا الراجل السبع بتاع الانجليزي، عشان بس ما حدش يقول كاني ماني. علاء حمام معه كمان الجديد في هذا الملف، ودي مفاجاه. وهكلمكم كمان على مفاجاه تاني، غسيل السمعه اللي بجد اللي بيحاول يعمله البعض. لا مصطفى محمد بعت واتساب، ولا مصطفى محمد بعت قال لحد حاجه ولا اي حاجه، مع احترامي لاي زميل، وان الواتساب اللي اتقال عنه ده واتساب مفبرك، وانا راجل بقول الحق لو على رقبتي، ومصطفى محمد مشارك في هذه المهزله، وكانوا كلهم بيتامروا عشان يبتزوا نادي الزمالك. السلام عليكم يا استاذ علاء. أنا كنت أنا أستاذ عبد الناصر، تعاتب لحضرتك وحضرتك السادة المشاهدين. يعني الأستاذ أحمد السيد جبناه قبلك وترجم الجواب وقالوا بالانجلش وترجموا بالعربي، الجديد لديك فيما يخص اعتذار نادي سانت اتيان للزمالك. هو طبعا الموضوع طبعا انتشر بصوره كبيره خاصه بالخطاب او الجملتين اللي كتبوا بتوع اعتذار سانت اتيان، واللي هم طبعا بيقولوا فيهم ان احنا بنقدر ونعتذر لنادي الزمالك على سوء الفهم اللي حصل، وهم من وجهه نظرهم شايفين ان هو سوء فهم. وطبعا اعتذروا جماهير النادي التصريحات الاخيره اللي خرجت من رئيس النادي، لكن في المقابل مسؤول الزمالك ما عجبهمش الاعتذار ده. وشايفين ان الاعتذار ما يساويش حجم اللي حصل. فخرج دكتور حسين السمري عضو اللجنه التنفيذيه قال لك ان اعتذار النادي الفرنسي لابد ان ياتي عن طريق ايميل للنادي. مش ورقه متداوله عبر المواقع الاخباريه وعبر السوشيال ميديا. قال لازم يبعثوا خطاب معتمد من عندهم على نادي الزمالك في اعتذار. فطبعا ده رد قاطع طبعا، ما دام انت نادي بتخاطب نادي لابد انك تبعت الخطاب على النادي، ما يروحش السوشيال ميديا
ولا ينشروا مذيعين او صحفيين على صفحاتهم، ما ينفعش. بس هم نادي الزمالك في انتظار تلبية طلبه ان نادي سانت إتيان يبعث الاعتذار على الميل الخاص بالنادي. يعني ان نادي الزمالك رافض الاعتراف بهذه الورقة المتداولة. الله ينور عليك، رافض الاعتراف بهذه الورقة المتداولة. طيب ردك على تصريح الكابتن احمد حسام ميدو المزلزل دلوقتي، المزلزل ليه؟ مش عشان احمد حسام ميدو، لانه من ذات القناة اللي طلع منها التصريح. كابتن احمد حسام ميدو من نفس الشاشة، شاشة قناة النهار، اكد ان الترجمة كانت خاطئة، واكد كل انفراداتنا والحمد لله. برضو كابتن احمد حسام ميدو نجم كبير ليه قيمته، ولعيب كبير وحقق نجاحات كبيره، وليه جماهيريه وليه ناس بتتفرج عليه. وطبعا هو قال الحقيقه، قال ان الترجمه كانت خاطئه، وهو راجل برنامج مستقل بعيدا عن برنامج عمر ربيع ياسين، فكل واحد بيجتهد وبيحاول يقدم الحقيقه للمشاهد، فهو الراجل قدم الحقيقه زي ما احنا قدمنا الحقيقه يوم ما عملنا الحلقه التاريخيه بتاعت اول امبارح، واللي بشكر كل جماهير الزمالك وبشكر صفحات جماهيرية المحترمة اللي تفاعلت معانا واللي كتبت، اللي مزعش الفيديوهات كتبها كلمة كلمة، بشكرهم جدا جدا جدا. وتلقيت كمية رسائل كبيرة جدا من جماهير كتير لنادي الزمالك بتشكرنا على الحلقة الجميلة اللي اتعملت دي، وانا سعيد ان انا شاركت في حلقة زي دي، وسعيد ان انا كشفت الملعوب بدري واتكلمت على علاقة عمر ربيع ياسين بالوكيل اللي اسمه ادم. سعيد ان انا شاركت في الحلقه دي، وبرضه بحيي تاني الكابتن حازم الكديكي، لان طبعا مداخلته دي اثرت بصوره كبيره جدا في الحدث وفي الموضوع برمته. طيب دي حاجه، خليني اقول لك انفراد جاني دلوقتي، مش هقول مصدره، ان هذه الورقه المتداوله باللغه الانجليزيه مبعوثه من ادم نفسه وعبر الواتساب، وانا بشكر نادي الزمالك انه لم يعترف بها لانه كان هيقع في فخ جديد. اقول تاني، جاءني الان من حد صديقي في فرنسا متواصل معايا انه دخل على الموقع الرسمي للنادي وتواصل مع ناس في النادي وقالوا له ما بعتناش اي حاجة، وبيقول لي ان الورقة دي بعتها نفس ادم اللي مازال يعبس ويخطب بشكل غير اخلاقي وغير محترم، وان الزمالك احسن انه لم يعترف بها لانه كان هيقع في فخ غير محترم. اتفضل. طبعا يبقى احنا كده بنحيي مسؤولي الزمالك ان هم كان عندهم وعي بالامور، وبنحيي الدكتور حسين السمري عضو المكتب التنفيذي، وبنحيي الاداره ان كان ردها قاطع ان نادي الزمالك الميل بتاعه معروف، ولو النادي الفرنساوي هيبعت اعتذار يبعته على الميل، ما يروحش عن طريق السوشيال ميديا وعن طريق المواقع الإخبارية وعن طريق بعض المذيعين أو بعض الزملاء الصحفيين. وخلينا نقول ان نادي الزمالك عمل ميل بعد رحيل مرتضى منصور باسم النادي رسمي، وهذا الميل موجود في سانت إتيان، لانه كان الزمالك قد رد على عرض سانت إتيان بميل رسمي وبيطالب الاعتذار على الميل. دكتور حسين السمري، واكده احمد حسام ميدو، وبياكده معانا الاستاذ علاء حمام.